من شواطئ الأسكندرية تبدأ رحلة المجهول بالنسبة للمئات من اللاجئين السوريين والفلسطينيين من المقيمين في مصر أو الوافدين إليها. الوجهة عادة ما تكون السواحل الإيطالية، ولكن الوصول إلى إيطاليا يكون هو دائما الاحتمال الأضعف بين احتمالات الغرق أو الاعتقال على أيدي خفر السواحل المصرية أو الإيطالية. نجاح كردي هي إحدى منخاض هذه التجربة التي لم يتعدى نجاحها الخروج من المياه الإقليمية المصرية. أما الخسارة فكانت فقدان زوجها ووالد طفلتها وجنينها برصاص خفر السواحل المصرية أثناء مطاردة القارب الذي كانوا على متنه. بعد 8 شهور جاي من سوريا أنا وجوزي لمصر، جينا بيدور على شغل ما يلاقيش، قدمنا إقامات مدونا إقامات، يعني قالوا لنا في السويد انه في كل حاجه متأمن لكم، بيت ورواتب. قالوا لنا ينفع انكم تطلعوا تهريب في البحر بهجره غير شرعيه، بس مش عارفين مخاطرها. احنا ما حدش قالنا كده، احنا كنا ماشيين في اللنش ساعتين زمان، وبعدين جانا خفر السواحل شافنا، يعني هنقطع المياه الاقليميه ونركب البابور. قالوا لنا كده اجى خفر السواحل قوص علينا، وقت قوص علينا اتقتل جوزي، اتقتلت مره باربع رصاصات. مأساة نجاح ومن معها ما هي الا حلقة في سلسلة طويلة من تجارة تهريب البشر يقوم فيها سماسرة بشحن آدميين في مراكب غير آدمية وبسعة تفوق إمكانية إبحارها لمدة 7 أيام، المدة المستغرقة للوصول إلى السواحل الإيطالية. طلب منا سمسار 3100 دولار على الشخص، أنا وجوزي 6200 دولار. طلعنا هناك حطونا في قوارب صغيرة، تفاجأنا إنه قوارب صغيرة على أساس باخرة كده نطلع بيها ونطلع لإيطاليا فورا. مش عارفين المخاطر كده، لو عارفينها هنطلع البنت معانا وأنا حامل. كما أن هذه المأساة لم تنتهي بالعودة إلى السواحل المصرية، حيث بدأ شوط جديد باحتجازهم في أقسام الشرطة قبل أن يتم إبعاد معظمهم قسرا خارج مصر. دي تقريبا السفينة 8 و9 في أقل من شهرين اللي يتقبض عليها. بعد اعتقالهم وبعد تحقيق معاهم وبعد ما بيطلع قرار إخلاء السبيل بيتم احتجازهم في أقسام. مجموعة نجاح كانت موجودة في اسم المنتزه تاني، وكانت الظروف غير أدمية إطلاقا. لما بيجي قرار الترحيل بيتقسموا لنوعين، السوريين والفلسطينيين السوريين. السوريين عندهم 3 اختيارات، إن هم يروحوا تركيا أو سوريا أو لبنان، وفي الأغلب بيختاروا تركيا. الفلسطينيين ظروفهم أصعب، بيختاروا ما بين سوريا ولبنان بس، ولبنان ما بتديش أكثر من 48 ساعة وبعديها بيترحلوا على سوريا. المئات من المهاجرين واللاجئين مثل نجاح يحلمون بأن يكون هذا القارب هو بداية الطريق لحياة جديدة، ولكن بعضهم يدفع حياته ثمنا لهذا الحلم، فيما تتلاشى أحلام آخرين بين أمواج بحر أرادوا اجتيازه. من مدينة الإسكندرية الساحلية، عمرو جميل، BBC.